الراديو 90-90 هواها مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان، ويوم جديد وحلقة جديدة من افصل واسمع مع كوكا كولا. كل يوم موجودين معاكم من الحد للخميس من 4-6 على الراديو 90-90 هواها مصري. مروة صبري وحسام عصام، يا مساء الفل يا مورو. مساء الفل عليك يا حسام، ومساء الفل والحب والسعادة وكل الحاجات الحلوة على المستمعين الحلوين، مستمعين الراديو 90-90 هواها مصري، وحلقة جديدة من افصل واسمع مع كوكا كولا. عايز افكركم بالاس ام اس 199 او تكلمونا على 2-18-10-68، الفان بيج فيسبوك / راديو 90-90، وتويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع، والانستجرام الراديو 90-90. طيب هنبدأ، انت عامل ايه دلوقتي؟ دي زي ما احنا متفقين كل يوم، كل يوم عندنا في الاول انت عامل ايه دلوقتي. كمان عايزين نفكركم بالمسابقه الخاصه اللي هي بدل تيشيرتك برعايه طبعا كوكا كولا، اللي هتكون برضو موجوده معانا في اللينك اللي جاي بالظبط. وبعد كده النهارده زي ما نفكركم زي ما قلنا اول يوم، ان احنا دايما عندنا يوم الثلاث ده يوم بنتكلم فيه في موضوع، والموضوع بتاع النهارده يعني هو محتاج تركيز، محتاج فوازير. يعني النهاردة موضوع كده خيالي كده، مش هنقول لكم طبعا دلوقتي عشان نحرق لكم الموضوع. أيوة. بس يعني هنسرح بخيالنا الفوق، بس هو يعني أوي. محتاج تركيز في الموضوع نفسه عشان نقدر نستوعبه، وبالتالي نقدر نحنا نشارك فيه. فان شاء الله بإذن الله هناخد وقت، يعني معنا وقتنا نتمنى ان هو يعجب. طيب تعالوا كده، تعالي نبدأ على طول نمسي كده على كل الناس اللي موجودين معانا. نروح للهاشتاج بتاعنا على تويتر، هاشتاج افصل اندرسكور واسمع، واللي عايزينه يكون مكسر الدنيا ان شاء الله النهاردة. نروح ونشوف كده اول حاجات اللي جات لنا، نمسي على كل الناس. وحالا اهو يمنى خالد بتقول مش مساء الفل عليك، ولا هنقرا من كل حاجه ما تقلقيش، كل حاجه هنقرا منها. بوسي كات كمان بعتنا بتمسي علينا وبتقول ربنا يوفقكم، بشكرك جدا جدا. عبد الله سمسم كمان بيمسي علينا، مساء الفل والسعاده عليك. كمان عبد الله الجندي بيمسي علينا وبيقول انتوا احسن حاجه حصلت في 2017، والله انت احسن ربنا حاجه حصلت على الكلام الحلو ده، واحلى كلام جانا، ربنا يخليك يا رب. طيب كمان نروح بقى للفيسبوك، وكمان عايزين نشكر منى وهدى وبوسي وعبير وهدير، و في كمان في مي وفي حسام، في حسام بجد طبعا قايل لنا كلام جامد جدا، بنشكركم على الكلام الجميل. وبدات الناس بقى كمان تتفاعل في انت عامل ايه دلوقتي، في ناس بتقول ان هم على الدائري برضو، الدائري واقف بيهم زي امبارح، وفي كمان على كوبري اكتوبر، خليها موجوده كل طبعًا يوم كده كده اكتوبر والدائري والمحور، دول ايه مش هنقرب منهم، ركورات معانا في بالظبط كده. في كمان صلاح سالم واقف جدا، في انت عامل ايه دلوقتي، عايزين يكلمونا اكيد هنكلمكم. طيب كمان نروح برضو مرة تانية، ونادي اسماعيل اللي بتمسي علينا وبتقول البرنامج رائع والموضوعات جميلة جدا وبالتوفيق. لا ان شاء الله كمان لسه الموضوعات اللي جاية كمان ان شاء الله بإذن الله تعجبك اكتر يا نادية. احمد عمار حلمي، مساء الفل عليك يا احمد، وبيقول الاسرة متجمعة وبتسمع حسام ومروة على الراديو 90-90، يا رب دايما موجودين معنا وبتسمعونا كده. ومصطفى ناجح كمان بيمسي علينا، مساء الفل والسعادة عليك، وبيقول حكيم فين، عايزين نسمع حكيم. حاضر، احنا لسه في اول الحلقه وهنسمع حكيم، حاضر. وليد صلاح كمان مساء الخير عليك، ورورو مشمشه بتقول يعني كلام حلو جدا، وان شاء الله باذن الله زي ما بتقولي كده تبقى الحلقه النهارده ضرب نار باذن طيب. الله ناس كتير برضو بتشتكي من الزحمه، وانت عامل ايه دلوقتي، يا ريت تكلمونا وتقولوا لنا انتوا عاملين ايه دلوقتي، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه. ما تنسوش برضو مسابقه كوكا كولا، وهتبدل تيشرت، هتبدل تيشرت بتيشرت مصر، لو عندك تيشرت منتخب اي بلد ثانيه هتكلمونا وتطلعوا معانا على الهوا، ما تقلقوش الاسئله سهله جدا. احنا النهارده جايبين سؤالين حلوين ولاد ناس ولطاف، وبنفكركم طبعا ان لو انت مصري بجد ما تلبس تيشرت اي حد، وكوكاكولا هي راعي المشجع المصري. عايزين نقول لكم ان احنا هنرجع بالمسابقه، هيبقى عندنا سؤال والسؤال ليه ثلاث اختيارات، يعني مفيش اسهل من كده. لو كسبت ان شاء الله هتبدل التيشرت اللي موجود عندك لاي منتخب من منتخبات العالم بتيشرت المشجع المصري، لان هي لازم فعلا تكون موجوده عند كل واحد فينا، بدل ما احنا بنهتم بان احنا يبقى عندنا تيشرت بتاعه منتخبات تانية. طيب نفكركم مره تانية بالاسم اس 199 او تكلمونا، بتضحك عليا، كلمونا على 2-18-10-68، الفان بيج فيسبوك / راديو 90-90، وتويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع، والانستجرام الراديو 90-90. واللي بتضحك عليا، لا لا بص يا جماعه، احنا في سكرين كده عندنا في الاستوديو، في شاشه عندنا في الاستوديو بتفرج على التلفزيون، ممكن على فكرة ممكن يعني جاب عليها اي محطه في الدنيا يعني خلاص. فانا فجاه ببص المره لقيتها احنا بتتفرج على التلفزيون، اروح فين واجي منين يا ناس. بصوا في حاجه
تركيز، ده اسمه تركيز، ان انت تتفرج على التلفزيون ومركز في المايك ومركز مع الناس، حاولت تلاقي لها مبرر. اه انا بقول لك اهو، في جمله قلتها لمروه خلال فتره البروفات بتاعتنا وايام الكواليس وكده، وهي فعلا جمله حقيقيه، هي اللي فكرتني بيها من شويه، كنت قلت لها هقولها لك اول يوم هوا، بس انا نسيت اول يوم هوا اقولها. يلا بينا مروه يا صبري يا آخرة صبر، والله العظيم آخرة صبر الناس كلها. يلا بينا، يلا نسمع عمرو دياب جماله، الله على جماله، أغنية حلوة نبدأ بيها حلقتنا كده النهاردة. بفكركم الهاشتاج بتاعنا افصل اندرسكور واسمع، وراجعين ومكملين افصل واسمع مع كوكا كولا. ولسه مكملين معاكم حسام عصام ومروة صبري في افصل واسمع مع كوكا كولا. عايزة افكركم بالاسم اس 199 رقم التليفون 2 18 10 8 66، والفيسبوك سلاش راديو 9090، والانستجرام راديو 9090، وتويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع. معانا على التليفون مصطفى. قبل بس ما نستقبل مصطفى، بنفكركم ان احنا دلوقتي في مسابقتنا بدل تيشيرتك، بدل تيشيرتك وشعارنا فيها لو مصري بجد ما تلبسش تيشيرت اي حد، وهي دي المسابقه اللي بتقدمها كوكا كولا راعي المشجع المصري. مصطفى دلوقتي هيتسال سؤال يا رب يجاوبه صح، ولو كسب هنبدل التيشيرت اللي عنده لاي منتخب في العالم بتيشيرت المشجع المصري. يا درش يا حسام يا حبيبي، انت احنا قلقناك ولا ايه؟ انت متصل بوقت في وقت مش مناسب ولا انت لسه نايم يا مصطفى ولا ايه؟ ساعات بتيجي كحه كده في لحظه مش مناسبه. ايوه انا عارف، معلش متاسف حبيبي. عامل ايه الاخبار؟ مساء الفل عليك يا مصطفى. قول لي انت عامل ايه دلوقتي؟ احلى ميو في الدنيا ومتعلقه حاجه ملهاش حد. تسلم لي يا رب، تسلم لي، كل يوم تكلمني تقول لي الكلمتين دول بقى، ها على طول مش هوصيك. انت حلو، اتكلم كل يوم، اتكلم كل يوم، انا حبيتك. طب قول لي يا مصطفى انت عامل ايه دلوقتي؟ بتاعنا ده حاجه تانية. حبيبي ربنا يخليك ليا يا درش. طب درش قول لي الاول انت عامل ايه دلوقتي؟ انت فين؟ في الشغل؟ في البيت؟ الحمد لله تمام، انا لسه في الشغل. لسه في الشغل، يلا حبيبي ربنا معاك. وجاهز للسؤال؟ جاهز للسؤال ان شاء الله. يلا استاذه مروه هتسالك. اتفضل يا استاذ مصطفى. جاهز ولا مش جاهز؟ عشان هخسرك. اتفضلي ولا يهمك. لا ده انت حبيبتي، ما ينفعش كده. يلا تقول كلام حلو اهو والدنيا تمام. يلا بينا معاكي. استاد بيترو سبورت بيستوعب عدد قد ايه من الجماهير؟ نعم ده احنا لسه ما قلناش من الاول كده، عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم. ركز يا مصطفى. استاد بيترو سبورت يستوعب عدد قد ايه من الجماهير؟ 30,000 ولا 32,800 ولا 25,000؟ 30,000. لا راجع نفسك تاني يا مصطفى. طب تاني، استاد بيترو سبورت ممكن يقعد فيه كام مشجع؟ 25,000 ولا 30,000 ولا 32,800؟ انا ما غلطتش لما قلت لك ان انت لسه صاحي من النوم وقلت لك هتعمل وما فيهاش حاجه. صاحي من بدري ومالي بقى ممكن شغل بس وممكن. طب يلا نركز، قول لي 25,000 ولا 30,000 ولا 25,000 ولا 32,800؟ صح كده؟ اه بالظبط، انت حفظت الاختيار. اخر كلام بقى يا مصطفى بقى. اخر كلام. طب اغششك يا مصطفى ولا اعمل فيك ايه؟ تغششيني؟ انت بتفكر كمان اغششك ولا لا؟ لا يا مصطفى مش كده. طب اخر اجابه، 30,000 32,800 ولا 25,000؟ اخر حاجه، راجع نفسك. اخر حاجه يعني؟ راجع نفسك. تلخبطتيني؟ لا مش هلخبطك اهو، انا بساعدك. 25,000. ايوه بقى، ايوه بقى يا مصطفى. بيني وبينك الصراحه انت قلت كل الاجابات وما عرفتش نعمل معاك ايه. يعني لا هو كان لازم في اللحظه نقوله برضو متاكد، فاللي هو بقى ايه بجيب لكم اجابات تانية منين اكتر من مصطفى زي بعضه بقى. ما انا توقعت ان الاسئله رياضيه. ابهرتني الجماهير والكلام ده، ابهرتني. لا احنا عشان كوكا راعي المشجع المصري، فاحنا كل اسئلتنا دايما هتكون عن الجماهير وعن المشجعين مش عن لعيبه الكوره خالص. لعيبه الكوره اسئلتهم كتير، ما فيش اكتر منها. تمام يا حسن. فدرش مبروك، كسبت طبعا معانا تيشرت المشجع المصري. قول لي انت عندك تيشرت اي فريق تاني؟ ايطاليا كوبي والاهلي اصلا. حلو قوي، يبقى انت تجيب ايطاليا وتاخد تيشرت مصر. طب ما تاخد الكوبي عادي يعني. هتاخد اهلي؟ لا لا مش هديكوا الاهلي. لا ما احنا مش عايزين الاهلي، سايبه لك الاهلي اهو، هناخد التاني اللي هو ايطاليا. ايوه اديكوا ايطاليا ماشي. طب قول لي بقى لو مصري بجد ما تلبسش تيشرت اي حد. لو مصري بجد ما تلبسش تيشيرت اي حد. الله عليك يا مصطفى، عجباك انت الجمله قوي قوي طبعا، احلى سلوجن في الدنيا طبعا. يلا مبروك يا درش، وبشكرك جدا يا حبيبي على تليفونك، نورتنا حبيبي يا حسن. انا اللي متشكر جدا وبمس عليك وبمس على كل اصحابي بقى. حبيبي ربنا يخليك، بشكرك يا درش. ميرسي حبيبي جدا، حبيبي مع السلامه. برضو المستمعين شاطرين،
اه لا والله بيجتهدوا بيقولوا التلات اختيارات بس احنا برضو واحنا بنقول لهم احنا مش اشرار احنا مش عارفه ده في ناس ما بقاش في اختيارات اصلا ابدا ابدا. طيب عندنا بوتشي بعت لنا على الاس ام اس بتاعتنا 199 9 مساء الفل والسعاده عليك بشكرك جدا جدا. في كمان عندنا هاني شنوده منورنا يا هاني. عندنا كمان انا في الشغل وبسمعكم دلوقتي احلى ديو احمد امير المنشاوي ربنا يخليك لينا احمد. ناديه اسماعيل كمان بتمسي علينا وبتقول اهداء ليكوا كلكوا والعمر الشاعر وسمر ابراهيم وعزه محمد وبسمه محمد واسماء حجازي مساء الفل عليكم جميعا. في اتنين اس ام اس بقى يعني حاجه غريبه قوي في انت عامل ايه دلوقتي. واحده بعتلي بتقول لي من رقم اخره 2 البنزينه زحمه قوي. يعني البنزين هي طول عمرها زحمه ودايما في التوقيت ده بعتقد ان هي بتبقى زحمه جدا. حاولي ايه ما تحطيش بنزين دلوقتي. عارفه ان انا لما بخش اي محطه بنزين والاقي البنزينه زحمه ببدا اقلق طبعا يعني ببدا استعيد بتمشي بقى بتلف وترجع تاني. لا 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 مش فكره كده ببدا اقلق اللي هو في حاجه ولا زحمه عادي البنزين غالي ولا ايه الاخبار. لا هو لو غالي يعني هتلاقي زحمه بلف وارجع تاني بضحك ضحك على لما البنزين بيغلى. واول ما البنزين يغلى المحطات كلها قبل يعني بيبقى في بعض الانباء ان القرار هيطلع فتلاقي كله نازل يفول. هو التفوله دي هتقعد عمرك كله يعني تحديدا الساعه 2 الصبح تفضل لغايه الساعه 5 6 الصبح برده الدنيا بتبقى عارفه دي يوز يعني واخدينه في البنزينه كده. لا في كمان بقى في احمد بيقول بصراحه انا البيت عندي زحمه جدا جدا بمراتي وعيالي وقرايبهم. يعني الله يكون في عونك يا احمد طبعا. طيب. بس هتعمل ايه يعني رب الاسره برده. على الانستجرام ناس كتير جدا جدا عامله لايك على صوره النهارده وعلى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. وكمان المعلم عبد الله سمسم برده بعت لنا وبيقول منورين ربنا يخليك لينا عبد الله بشكرك جدا. عايزين كمان نقرا من على تويتر ومن على الفيسبوك. الفيسبوك بقى في كله طبعا بيشتكي برضو من الزحمة والمحور زحمة جدا يا مروة ويا حسام وانتم مسليني قوي في الطريق. في كمان انا دلوقتي طالع على كوبري اكتوبر وادعولي ربنا معاك يا رب. طبعا كلنا هذا الرجل مش عارفين نعمل ايه. في كمان انا مصر الجديدة في مناطق فيها واقفة جدا جدا وانا مروح البيت ومش عارف اعمل ايه بس انا مستمتع قوي وانا بسمعكم. بنشكرك جدا على كلامك. وانت عامل ايه دلوقتي رايح فين وجاي منين وبتعمل ايه حاسس بايه عايز تاكل ايه عايز تشرب ايه تقدر تكلمنا وتقولنا كل اللي انت عايزه. عايز افكركم مرة تانية بالاس ام اس 199 9 رقم التليفون 2 18 10 8 66 والفيسبوك فان بيج الراديو /9090 وتويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع والانستجرام الراديو 9090. معانا محمود بقى كمان تاني متسابق هيكون موجود معانا النهارده ونساله في بدل تيشرتك. مساء الخير يا محمود. مساء النور. اخبارك ايه كله تمام؟ تمام الحمد لله. انت عامل ايه دلوقتي؟ كويس. كله حلو. انت فين في الشغل ولا في الشارع ولا في العربيه ولا في لا انا في الشغل انا كنت في الشغل بس مروح البيت خلاص. الطريق ايه اخباره معاك؟ لا كويس يعني هو بص هو بعد المدارس الدنيا بقت احسن عشان اليومين دول اجازه. طب بقول لك ايه محمود تفرحني بقى محمود وتكسب النهارده. اتفضل من اول اجابه تفرحني. ان شاء الله يعني هنحاول نبقى اشرار معاك شويه مش عارف ليه نصيبك جه معانا كده بس هنحاول. قول لي بقى استاد السويس بيتسع لكام مشجع؟ هل 20,000 مشجع ولا 23,000 مشجع ولا 25,000 مشجع؟ 20,000 مشجع تاني اعتقد. استاد السويس 20,000 ولا 23,000 ولا 25,000؟ بص هو الصراحه انا ما عدتهمش. ما هو ما حدش فينا عدهم. طب انا هقول لك على حاجه. يعني انت شايف ايه؟ انا هسهل لك الدنيا برضو او ايه يعني شوفي شوفي هسهل لك الدنيا قلبك ده بقى. لا استناني يا محمود قبل ما تجاوب عشان انا قلت لك هسهل لك الدنيا اصبر عليا بس عشان عارف ان الدنيا مش 23. لا ما انا مش هقول لك حاجه. انت عندك تيشرت منتخب ايه؟ لا عندي ريال مدريد وعندي مانشستر يونايتد. طب هتختار مين فيهم اللي هتيجي بيه؟ مين اللي هتضحي بيه؟ مين اللي هتيجي بيه؟ مين اللي هتضحي بيه وهتبدله لو كسبت؟ التيشيرت اللي هتبدله بتيشيرت مصر. ايه لا اضحي بالاثنين. بالاثنين مفيش مشكله. طب والله جدع. طب لا يبقى احنا نساعدك والله بقى. جدع. لا نساعدك فعلا. طب قول بقى تاني بقى على رواقه كده. استاد السويس كم مشاهد او كم متفرج او كم مشجع؟ 20,000 ولا 23,000 ولا ايوه 25,000؟ ها 25,000 اخر كلام؟ ها هو 20 غلط صح؟ يبقى 25. انت بتسالنا؟ لا ما اعرفش. طب قول لو مصري بجد ما تلبسش تيشرت اي حد. لو مصري بجد ما تلبسش تيشرت اي حد. خلاص انت هتلبس تيشرت مصر. مبروك. عاش يا محمود. عاش عاش عاش. انا بشكرك جدا والله والف مبروك عليك وعجبني قوي الجمله اللي قلتها لما قلت هبدل الاثنين يعني الاثنين مش فارقين معاك مهم تيشرت المشجع المصري. انا بشكرك جدا خليك معايا ما تقفلش عشان اخد بياناتك عشان ان شاء الله شركه كوكا كولا تكلمك وتبعت لك التيشرت بتاعتك. بشكرك جدا.
شكرا. ميرسي جدا جدا، اللي خليك معايا ما تقفلش. اكتر واحده في الدنيا عماله تقول السلوجن ومبسوطه بالمسابقه بتاعت كوكاكولا، وانا الوحيده اللي ما خدتش تيشرت. ولا يعني انا جالي حاجه؟ لا انا بقى انا هبدل تيشرت. وانا بصي انا لابس النهارده احمر يعني ايه تحسبا، بس عايز اللي هي مكتوب عليها حسام من ورا دي، وانت برضو كاتب لك مروه. يلا بينا، انا هبدل تيشرت انا كمان وهتكلم وهجاوب. هنعمل ده. طيب اختاري رقم كام لو انت جالك تيشرت؟ احنا طبعا يعني النداء موجه يعني رقم كام يجي لك؟ رقم كام؟ رقم 17. اشمعنى؟ يوم عيد ميلادي، تحيز غير طبيعي. ما انا خدت بالي. خدت بالك انت؟ او الشهر مثلا 11 يعني، يا 17 يا 11، بس لا خلينا في 17. لطيف. 11 مش مفهوم خلاص. 17 يعني 1-7، ده حلو قوي. مروه صبري بالاسم ثنائي؟ لا هو بيكتب ام دوت صبري بس. لا انا هكتب مروه صبري، مروه فوق وصبري لما المعلق ينده عليك بقى يقول صبري في الملعب. بس كده. بس طب خلينا طيب نروح للفيسبوك. احنا لازم نسمع اغنيه عشان عندنا اعلانات. طب انا عايز اسمع اغنيه ارجوك. حاضر. عايز اسمع حكيم. مع حكيم اتطلبت مننا من مصطفى برضو من شويه، هنسمعها مع بعض. ايه عم؟ عايزين مين؟ ايه عم؟ ايه عم؟ بالنسبه للورقه بس اللي عندك دي محتاجها انا معلش. بالاس ام اس؟ طب ما انا اقول لك الاس ام اس. معلش هاتيها. الاس ام اس 1-99 ورقم التليفون 2-18-10-8-66. طيب بفكركم كمان رقم التليفون اللي هي لسه قايلاه، والهاشتاج بتاعنا افصل اندر سكور واسمع، عندنا حاجات كتيره جدا جدا عليه هنرجع لسه نقولها على طول خلال الدقائق اللي جايه. هنسمع بقى دلوقتي اغنيه حلوه قوي قوي لحكيم. ايه يا عم؟ وهتشهيص الدنيا جامد يعني، وهنرجع بعدها على طول ونكملين وافصل واسمع مع كوكاكولا. لو راديو يبقى دايما الراديو 90-90، هواها مصري هو ده الراديو، ودايما موجودين معانا ودايما موجودين معانا في كل مكان، واحنا كمان بنحاول دايما نكون متواصلين معاكم بكل الاشكال. رجعنا من جديد في افصل واسمع مع كوكاكولا كل يوم من الحد للخميس من الساعه 4 ولغايه الساعه 6، وبفكركم الهاشتاج بتاعنا هو افصل اندرسكور واسمع على تويتر. ونروح بقى دلوقتي للنشره المروريه. طيب معانا طبعا زميلنا محمد صابر موفد الراديو 90-90 بغرفه عمليات وزاره الداخليه. مساء الفل عليك يا صابر. اهلا، مساء الخير يا مروه، مساء الخير حسام. مساء الخير. اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين. طمنا، ايه الاخبار؟ طيب هو النهارده طبعا يمكن هنطمن الساده المستمعين، واهم ما رصدته الشهد غرفه عمليات الاداره العامه للمرور باشراف السيد اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للمرور، وبالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه من ابرزها القاهره والجيزه والألوبية. خلينا نقول ان النهارده معدل السير النهارده يتجاوز 85% على معظم الطرق، مما ادى معانا لبعض الاحجام المريه المختلفه من ابرزها الطرق السريعه والطرق الدائريه. يمكن عندنا الدائري القادم من مناطق التجمع ومتجه لمناطق المنيب عندنا احجام مريه مرتفعه، وتحديدا ما قبل منزل الاستراد، نتيجه كان عندنا مصادمه احتكاكيه ما بعد بنزينه وطنيه للمتجه الى منزل الاستراد. وبيتم التنسيق الان مع الاداره العامه للمرور باشراف السيد اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للمرور لسحب كافه الكثافات في هذه المنطقه ونشر الخدمات المريه. محور 26 يوليو يمكن عندنا بعض الشكاوى من الساده المواطنين على محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينه متجه الى مناطق ميدان لبنان، عندنا كثافات مرتفعه بالفعل عند منطقه تحديدا من عند منطقه الصحراوي. احنا بيفضل لقائد المركبات الخارج من ميدان جهينه هيفضل سلوك طريقه اسفل الطريق المحور طريق يمينا للصحراوي، وتحديدا عند وصله حازم حسن، وممكن ناخد الدائري من بعد من قبل ميدان الرمايه ونكمل الدائري بقى لو حد عايز ينزل على المحور او يكمل للطرق الدائريه. احنا تجنبنا منطقه الكثافات لان عندنا ايضا كثافات ما قبل منزل ميدان لبنان برضو للي رايح على منطقه 15 مايو وكوبري 15 مايو ومناطق الجيزه. ايضا من اهم المؤثرات عندنا على الطرق الدائريه الطريق الدائري الخارج من نفق السلام ومناطق المرج الجديده ومتجه لمناطق الزراعه، عندنا بعض الاحجام المريه. هنتجه معاكم سريعا لاهم المؤثرات في القاهره وما رصدته الشهد غرفه عمليات الاداره العامه لمرور القاهره برئاسه اللواء علاء الدجوي مدير الاداره العامه لمرور القاهره. هنبدا بكوبري اكتوبر. كوبري اكتوبر القادم من مناطق مصر الجديده ومدينه نصر ورايح على مناطق وسط المدينه ورايح محافظه الجيزه عندنا كثافات مرتفعه النهارده، هيفضل للمسطحات الارضيه كبديل كويس جدا. احنا بننصح الساده المواطنين مش هنطلع كوبري اكتوبر للي جاي من مناطق مصر الجديده ومدينه نصر، هناخد المسطح الارضي لطفي السيد، وممكن نطلع كوبري اكتوبر من غمره لان عندنا كثافات حتى الوصله المعلقه في اعلى كوبري اكتوبر، يبقى مطلع اكتوبر من غمره كويس معانا كويس جدا.
ايضا للي رايح بقى مناطق الجيزه ومرايح مناطق المهندسين والدقي وهو اعلى كوبري اكتوبر وبيسمعنا دلوقتي، مش هننزل منزل البطل احمد عبد العزيز، لان منزل البطل احمد عبد العزيز عندنا كثافات، هننزل منزل كورنيش العجوزه كبديل كويس جدا عن البطل احمد عبد العزيز. واللي رايح فيصل والهرم وبياخد كوبري اكتوبر دلوقتي هننزل المنزل اللي بعد تحديدا بعد كورنيش العجوزه اللي هو منزل نوال، ونكمل ليه مناطق كورنيش ونطلع ليه مناطق شارع التحرير وشارع السودان وندخل فيصل والهرم من شارع السودان. ايضا من اهم المؤثرات عندنا في القاهره النهارده وسط المدينه عندنا كثافات مناطق مصر الجديده، عندنا كثافات اللي جاي من مناطق العباسيه ورايح على مناطق الخليفه المامون وروكسي، عندنا بعض الكثافات يلي ايضا كان عندنا مصادمه في محور تحديدا في ما في الحي السادس امام روتيرن القطاع العام، وتحديدا اللي جاي من محور الشهيد ورايح على مناطق من المخيم الدايم. ايضا من اهم المؤثرات في القاهره اعلى كوبري الجيش اللي جاي من شارع الثوره ومصر الجديده وروكسي ورايح لمناطق الدائري ومناطق السويس ومناطق طريق السويس، عندنا مصادمه تحديدا سياره اصطدمت بالجزيره الوسطى باعلى كوبري الجيش، دي كانت مأثره معانا على الحركه المريه. ننصح الساده المواطنين القادمين من مناطق مصر الجديده وروكسي ورايح على مناطق الطريق التجمعات والتجمع الاول والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي عدم سلوك منطقه شارع الثوره، لان هيفضل محور المشير النهارده بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. ايضا كان عندنا تسرب مياه في شارع برام التونسي في الاتجاه القادم او تحديدا عند محكمه زينهم للمتجه لمجرى العيون ومناطق صلاح سالم، هننصح قيادي المركبات سلوك محور فم الخليج افضل حالا. اما بالنسبه للحاله المريه في الجيزه عندنا خمس كباري رابطين بين القاهره والجيزه، الحركه التناوليه والحركه التبادليه ما زالت حتى الان بتعمل بكفاءه كويسه جدا، ما عندناش اي مؤثرات في الجيزه، عندنا بعض الاحجام المريه فقط لا غير في شارع الدقي في الاتجاه القادم من مناطق الدقي ومتجه وقادم من مناطق البطل احمد عبد العزيز المتجه الى ميدان الجامعه، عندنا بعض الكثافات، هيفضل لقيادة المركبات سلوك محور تحديدا شارع السودان كبديل جيد جدا عن شارع الجامعه وميدان الجامعه وشارع الدقي. الان ده بيتم التنسيق الان مع العقيد وائل طاهر مدير رابطه التخطيط والبحوث بمرور الجيزه لنشر الخدمات المريه وسحب كافه الكثافات. باقي الحاله الحمد لله مرضيه فيما عدا الاماكن التي ذكرناها لحضراتكم. الزميل محمد صابر موفد الراديو 90 بغرفة عمليات وزارة الداخلية، بشكرك جدا جدا على التقرير المفصل والمحترم، بشكرك جدا عليه، ودايما هنتابع مع بعض في كل الأحوال المرورية، بشكرك جدا. بنشكرك يا صابر، وبعد ما سمعنا وشفنا وعشنا التقرير المروري معاكم، خلونا بقى نروح لموضوع الحلقة. زي ما احنا قلنا لكم ان احنا كل تلات بالظبط كل تلات احنا معانا موضوع حلقة مختلف. النهاردة بقى احنا هنروح في حتة تانية خالص. يعني السؤال اللي هسأله لكم او موضوع الحلقة هو محتاج تفكير ونسرح ونتخيل ونغمض عينينا، يعني فيلم كبير مش عايز ارغي كتير برضو. خلينا اقول لكم موضوع الحلقة. هتقولي؟ هقول بقى، هو ده بسرعة اختراع حسام، انا بريئة منه بس انا هقوله لكم. ماشي. تخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل، قميص نفيسة نشف ما نشفش لسه، حاجة يعني كده. حاجة نفس يعني بص الستايل. نقولها تاني. تخيل ايوه وانت بتتخيل حصل اللي انت بتتخيله. اقسم لك بالله بس كده. لحظة صمت بقى عشان ايه الناس تستوعب. انا حاولت ان انا اتخيل وانا بتخيل ان اللي بتخيله حصل، يعني بص تعالي تعالي نقول امثله. يعني مثلا دلوقتي انت قاعده بتتخيلي يا سلام لو حسام النهارده وهو جاي المحطه جاب لي شوكولاتاي، ففي في نفس الثانيه اللي انت بتتخيلي فيها ده انا دخلت عليك بشوكولاتاي. فهمتي حاجه؟ بحاول. بتحاول يعني ايه ده؟ انت المذيع لازم تبقي فاهم. ما انا يعني تخيل وانت، ما انا قلت انا بقول لك انا سلمتك انت الموضوع. انا دلوقتي سلمته لك انت في ايدك. اه والله. انا دلوقتي تخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل. طب ده كلام. طب ده والنبي يا شيخ ده انت راضي عن نفسك؟ طيب حصل انا انت بتتخيلي ان انا جايب لك معايا شوكولاتايه في نفس الثانيه في نفس اللحظه حضرتك لقيتني داخل عليكي بالشوكولاتايه، فتفضلي هتفضلي عامله ازاي رياكشن وشك؟ يعني مستغربة ومندهشة في لحظة اندهاش. بس ما كانش حد غلب والله، كانت الحياة كلها بقت لطيفة. ايوه ما هو عشان كده بقول تخيل حضرتك. تخيل هو يعني تخيل يعني ما خيل خليكم. فاحنا بقى بنسأل حضراتكم النهاردة، هل حصلت معاك الحكاية دي ان حاجة كنت بتتخيلها ففي نفس التو واللحظة حصلت؟ يعني هو ده الموضوع. وساعات بتبقى حاجات حلوه وساعات بتبقى على فكره حاجات وحشه. تخيل انها حصلت بس ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. تتخيل ان في ناس كتير جدا بعتها، بس احنا برضه عايزين نفكركم برقم الاس ام اس 199 او تكلمونا على 2 18 10 8 66، الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 90 90، وتويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع. طيب. الانستجرام راديو 90 90،
وتخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل. طيب في بقى اس ام اس مبعوثه، انا مره تخيلت ان بابا هيزود لي، ده الفيسبوك، الفيسبوك اوكي. انا مره تخيلت ان بابا هيزود لي المصروف، سقطت في الامتحان قطعوا عني خالص. فده من التخيلات العظيمه. دي من التخيلات الوحشه اللي احنا قلنا عليها. خد بقى اللي جايه دي. قول. انا مره تخيلت اني هغير عربيتي واجيب عربيه موديل السنه، عملت حادثه وجبت سكوتر، ويا ريتني متخيل. لا انت عارف انا حصلت معايا امتى؟ حصلت معايا امتى واليوم ده ما انساهوش، يعني ان انا قبل ما يعني حصلت زي حادثه صغيره كده بالعربيه، قبل ما تحصل على طول انا شفتها، فاهم حاجه؟ طبعا يعني شفت اللي هيحصل وبعدها على طول بثواني حصل. ادينا تخيل حلو كده، حاجه كده يعني تفرح تبسط. تخيلت ان انا اعمل افصل واسمع مع عمر وصبري. يا سلام يا سلام. لا انا مش قادره. لا وحصل. نسمع اغنيه. وحصل والله يا شيخ نسمع اغنيه بعد الكلمه الحلوه دي. لا بعد الكلمه الحلوه دي احنا لازم 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 نلعب لها حاجه حلوه. استني. لا انا لا استني والله هجيب لك حاجه. يعني انا مره تخيلت ان معايا 2 مليون جنيه، فتحت المحفظه لقيت معايا 10 جنيه برضه. دي من ضمن التخيلات. لا يعني يعني بس 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 دي بتحصل مع ناس كتير. انت حصل قبل كده ان انت تيجي تلبسي حاجه بقالك فتره ما لبستهاش تلاقي فيها فلوس؟ لا ده كتير. تبقى حلو. يس. بس مش فلوس كتير، يعني بتلاقي مثلا 5 جنيه 10 جنيه. حلو رضا. ده رزق من عند ربنا. فلوس كانت متشالاها لك دي. سبحان الله ما بيبقاش فيه فلوس في المحفظه خالص. ما هي فعلا. فدي بتيجي بقى تنقذك مثلا. بس بتبقى جميله جمال. تحط لتر بنزين. لا بتحس ان الفلوس دي حلال بتفيد. يعني يعني طيب عندنا حسين بعت لنا على الفيسبوك برضو بيقول انا بتخيل ان انا اشتغلت الحاجه اللي بحبها وان عمري ما هعرف اشتغلها، وتخيلت اني اشتغلت اشتغلت معاكم في 90 90. يا سلام ده انت تنور يا حسين. طيب في كمان عندنا احمد رأفت، مساء الخير والسعاده عليك يا حبيبي. في كمان عندنا مصطفى قاسم بيقول مساء النور عليكم انت ومروه رقم 17 في الملعب، وسلامي لاحمد قاسم اللي بيسمعك دلوقتي. في حد كان باعت لك حاجه مهمه على الناس بدات خلاص تحفظ الرقم. لا استني ده حد كان باعت لك حاجه مهمه بيقول ايه بقى استني. كان بيقول يا حسام قول لمروه ان عيد ميلادها 17/11 ده هو يوم وصلنا لكاس العالم 90 اللي هو كان ماتش الجزائر سنه 89، وكلموني بقى عشان المعلومه الحلوه جبت دي. جبت حاجه من عندي. ده شريف نجيب. يعني شوف يوم تاريخي يوم عظيم. ما احنا ما نعرفش احنا كسبنا ولا خسرنا في الماتش ده. اديله عمري وبرده قليل. طيب في كمان اسم اس بتقول انا مره تخيلت ان جوزي داخل عليا ببوكي ورد، لقيته داخل عليا بشنطه برتقان بيقول لي خدي عشان ما يجيلكيش برد. دي رانيا. والله حلو. والله حلو. معلش والله حلو كتر خير. قلبك كبير. طالما داخل عليك البرتقال والله حلو. انا احب الحاجات دي. طيب نسمع بقى حاجة وهو جاي. هنسمع سميرة سعيد وهنرجع لسه ونكملين موضوعنا النهارده. يعني حبينا ان احنا نبداه معاكم من بدري عشان نقدر نتكلم فيه اكتر واكتر. الهاشتاج بتاعنا على تويتر هو افصل اندرسكور واسمع، انستجرام وفيسبوك هو الراديو 90 90، التليفون 2 18 10 8 66. تخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل. يا سلام. انا عايز اسال سؤال، هو الاغنيه دي حلوه بس ليه البنات بتحبها قوي؟ هوا هوا. ليه بقى؟ طبعا عندك تفسير؟ يعني دايما بلاقي بيصوروا البنات بيصوروا نفسهم في العربيه وبيقعدوا يغنوا، ليه اشمعنى الاغنيه دي؟ مش كده اغنيه حلوه كده. في اغنيه ثانيه ليها في الالبوم ده برضو اللي هي كانت ممرمطه ممرمطه حد. واديني سبت. أيوة. واديني اهو ما حصلش حاجه. طب ما انت عارفه كل حاجه. اللينك الجاي. طب يلا نسمع هوا هوا لسميره سعيد وراجعين مكملين مع بعض افصل واسمع مع كوكا كولا. وبنفكركم تخيل وانت بتتخيل حصل اللي انت بتتخيله. افصل واسمع مع كوكا كولا ولسه مكملين معاكم حسام عصام ومروه صبري. وتخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل. الاس ام اس على 1909 وتكلمونا على 2 18 10 8 66. الفان بيج فيسبوك سلاش الراديو 90 90، تويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع، الانستجرام الراديو 90 90. يلا عايزين نشارك بقى على الموضوع. وماركو بعت حاجه تهلك من الضحك بيقول انا طول عمري بتخيل ان المرتب يكفي لاخر الشهر وعمره ما حصل. يا دي حقيقه. يا عيني يا ماركو دي حقيقه. ده كلنا على فكره. ياسر الخواجه كمان مساء الفل والسعاده عليك. في كمان ادهم بيقول ازيكم الف مبروك على البرنامج، وقول لمروه ان دمها خفيف وانا عايز اسمع حاجه الحمائي. اسلم لي. وانا بحبكم قوي وعندي 9 سنين. ربنا يخليك لينا ادهم. ميرسي يا حبيبي جدا. طيب معانا ادم بقى على التليفون. يا ادم. ادم يا مساء الفل على ملك الاحساس حسام عصام وبرنسيس 90 90 مروه صبري. يا حبيبي حبيبي يا ربنا يخليك يا رب. مساء الفل عليك. شكرا. يا ادم مساء الجمال عليكم وببارك لكم على البرنامج بجد. مش بنفسه ونسمع، بنقعد نستناه من اول ما نصحى من النوم. الله يبارك فيك. وتخيلت وانت بتتخيل ان اللي في خيالك طبعا. حصل طبعا. ايه بقى؟ ايه بقى؟ لسه كان قايل على موضوع الحادثه بتحصل كتير جدا. يعني حصلت لك قبل كده برضو؟ بتحصل كتير.
انك بيهيالك ان الحاجه اللي انت شفتها قبل كده او الحاجه هتحصل وانت بتشوفها قدامك بتبقى درجه من درجات الشفافيه دي. طب قول لي حاجه حلوه، قول لي حاجه تخيلتها حلوه وحصلت فعلا، حاجه تفرح يعني، حصلت بعدها ممكن في نفس اللحظه او بعدها بيوم بعدها بيومين يعني، بس حصلت. هو عشان انا مصور فكنت بتكلم، انا دخلت مسابقه ما يعني بدون ذكر اسمها وخدت فيها مركز والحمد لله. يعني ثاني يوم لقيت نفسي ده كان خيال يا ادم، يعني انت كنت بتتخيل ان انت هتكسب؟ والحمد لله يعني في نفس المكان اللي تخيلته بقيت فيه. طب ده حلو قوي، يا رب دايما كل حاجه تتخيلها يا ادم ان شاء الله تكون موجود فيها. وانا بشكرك جدا جدا على تليفونك الحلو ده، ويا رب دايما كل حاجه حلوه في خيالك تحصل باذن الله. بشكرك. طيب بنشكرك يا ادم. في كمان مروه على الفيسبوك بتقول انا حلمت النهارده اني كسبت جنيه ذهب وكنت مبسوطه قوي في الحلم، وصحيت زي المجنونه ادور على الجنيه تحت المخده وفي جيوبي. لا احنا يعني جت فتره الصراحه مروه، حاولي ايه، جت فتره ركزي وانت نايمه، فتره بقى عمريه كنا كلنا بنتمنى موضوع الجنيه الذهب ده. فاكره امتى؟ امتى؟ ايام كلام من ده وبعده والله ولغايه دلوقتي. ساعتها انا فاكر كان الجنيه الذهب ده كان ب 500 جنيه ده. شوف ساعتها، شوف دلوقتي الجنيه الذهب بكام بقى؟ دلوقتي مش عارف، الموضوع اختلف. طيب عندنا هشام السيد بعت لنا على تويتر بيقول الكلام يعني حلو جدا، بيقول ان هو كاتب لنا اغنيه، ربنا يخليك لينا يا اتش. في كمان احمد بيقول انا مره تخيلت اني اسافر بره مصر، للاسف سافرت فايد. حلوه برده فايد، لطيفه، تغيير جو يعني. في ميدو مجدي بيقول انا مره تخيلت وانا سايق العجله اني اركب عربيه غاليه، في نفس اللحظه خبطت في عربيه من الكبوت ونزلت على الشنطه. لا انت كنت عايز تركب العربيه بس انت يعني ركبتها بشكل مختلف شويه، بس ان شاء الله ما يحصلكش حاجه تاني. في كمان انا مره قبل ما انام لقيت ان اسعار العربيات، تخيلت ان اسعار العربيات هترخص وحققت وهحقق حلمي واجيب العربيه اللي انا عايزها، صحيت لقيت الدولار ب 20 جنيه نام تاني. يعني نام على طول، فاهم اللي هو يعني ما تفكرش كتير. طيب في كمان 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 عندنا سالي مجدي ومصطفى وهاني شنوده وحسن الونش ونوران جوهر. نوران جوهر بتقول انا هتخيل اني انكم هتشغلوا لي اغنيه لاسامه الهادي، شغلوها بقى، هنحاول والله نشوف اذا كانت موجوده عندنا. حاضر. في كمان واحده بتقول انا مره تخيلت ان انا هتجوز واحد زي القمر، وبعدها بكام يوم اتقدم لي واحد جارنا من السودان. طب وماله، المهم الروح والله، المهم الروح والشخصيه دي احسن ناس واجمل ناس. ما تتخيليش صدقني فيها وقت التخيل بيضيع. رنا راشد بعتلنا على الفيسبوك بتقول حصلت كتير بس للاسف في الحاجات الوحشه بس، لا ان شاء الله باذن الله بعد كده تحصل لك في الحاجات الحلوه. في بسكوته بتقول او بسبوسه بتقول انا لو خيالي هيتحقق هعيش احلى عيشه فبطلت اتخيل. طب ما تتخيلي. طب اسمع بقى يا حسام عشان انت اللي عملت فينا كده. وماله، في حد بيقول لك انا حسيت ان انا بتخيل فتخيلت ففي الاخر طلعت تخيلات. مش انا قلت لك قميص نفيسه نشف ما نشفش لسه؟ ما صدقتنيش دي، انا مش هرد عليك على فكره. طيب مش هرد عليك. في كمان ايزادورا بشكرك جدا جدا على الكلام الحلو اللي انت كاتباه ده، وعايز امسي على مي اشرف وعلى رضوى نصار، مساء الخير والجمال عليكم. هنسمع الاغنيه اللي جايه دي وهي من الاغاني الرائعه الحقيقه، يعني الشعب المصري كله بيحبها والشعب العربي الحقيقة كله بيحبها برضو. يعني طبعا هي ان شاء الله بإذن الله ألاقيها قدامي. عايز أقول لكم إنه حسام عمال يدور على الأغنية مش لاقيها، عادي على فكرة. هنسمع سعد المجرد ونرجع بعدها على طول. أنت معلم، بفكركم الأسم أسيا واحد. افصل واسمع مع كوكا كولا كل يوم من الحد للخميس من 4 لـ 6، مروة صبري وحسام عصام دايما على الراديو 90-90 هواها مصري. وتخيل وانت بتتخيل حصل اللي انت بتتخيله، هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. معنا محمد جلال. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك، وكلكم عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. اخبارك طيب ايه؟ طيب يا حبيبي. تمام الحمد لله كله تمام. تخيل معانا وانت بتتخيل ان اللي تخيلته حصل، ايه بقى؟ بصي، احنا كنا يعني في اخر الشهر وكنت راكن العربية وراح الشغل، وبعدين بقول هو الواحد ما لقيش ورقة كده يعني ب 200 جنيه كده ولا حاجة يلاقيها موجودة كده وهو ماشي، فوانا ماشي لقيتها في الأرض. بكام؟ ب 200 جنيه؟ 200 قول لي اسم الشارع بسرعة. مدينة مصر. فين في مدينة مصر؟ حدد لي بسرعة، ابعت لي لوكيشن. يعني أنت تخيلت إن أنت ماشي في الشارع ده تحديدا ولقيت الفلوس دي وفعلا لقيتها؟ أنا ركنت العربية وبعدين ماشي، وبعدين في جنينة كده بعدي من جنبها، فبقول ما فيش حد يلاقي ورقة كده، فمكملتهاش لسه بكملها، قلت سبحان الله. لا وآخر الشهر بقى يا محمد ده جات لك إيه يعني؟ ده شوف ربنا بيحبك والله. آخر يا ريت كلنا والله نمشي من الشارع ده آخر الشهر. طب عايز أسألك سؤال، ما فكرتش في لحظة إن ممكن يكون
لحظه الكاميرا الخفيه، يعني حد حاططها وبيصور من بعيد وبيشوف في حد هياخدها، فاكر انت اللحظه دي؟ ما كانش عارف طبعا، بس ده كان الصبح بدري والناس كلها نايمه، مفيش اي حاجه من دي خالص. هقول لك على حاجه محمد، حتى لو صاحيين وكاميرا خفيه عادي جدا. يعني قول زيع مفيش مشكله، قول لهم زيعوا عادي جدا، طالما الموضوع اخر الشهر وفيها 100 جنيه يبقى تمام. جايب لك 200 200 جنيه كمان؟ ده انا افتكرت. طب لا تمام خلاص خلاص بالنص بقى ان شاء الله. بعد كده بقى والنبي الله يخليك. ها ان شاء نورتنا. الله نورتنا، انت عارف العنوان ما يتوهش يعني. ماشي نورتنا، اشكرك يا محمد جدا. الله يا حبيبي، انا كنت عايز اسمع حاجه لطيفه بقى عشان بقى كتير ما سمعناش. لطيفه والله، اجيب لك حاجه لطيفه. حاضر، عايز تسمع حاجه قديمه ولا جديده؟ استحاله استحاله. لا هي استحاله العبها. ليه استحاله ليه؟ يعني طب ليه محمد كده؟ ليه استحاله؟ بس يعني الناس سايقه في الشوارع وكده فاستحاله يعني. انت حتى ربنا كرمك وفاتحها عليك وبتلاقي 200 جنيه في الشارع وبتاع. الميعاد بتاع البرنامج اصلا كويس قوي. طب اقول لك على حاجه، اجيب لك مثلا لحظه انا حواليا كتير، يعني اللي عارف الجو ده، او حبك هادي. حبك هادي، او مثلا ممكن حبك وانا مليت الحب العادي. مفيش مشكله، هجيب لك حاجه حلوه، هجيب لك حاجه حلوه. وش الفصل ماشي حبيبي، بشكرك ميرسي جدا جدا ليك يا محمد. باي باي. طيب عايزين نشكر ناس كتير قوي على الانستجرام. عندنا هبه هتروح انستجرام؟ هنروح انستجرام. في رورو، في هبه، وفي محمد، وفي ساره، وفي المعلم عبد الله، وفي كمان نورهان وهاني وسالي ومصطفى ونورهان تاني، وفي محمد عطيه ولورين ونادين وهانيا. طيب ده كلام كويس جدا. تعالي بقى نروح كده سريعا للفيسبوك برضو. في عندنا بتقول انا عمري ما تخيلت اني اكون ام البنتين، وتخيلت وحصل اللي تخيلته فعلا، والحمد لله بقيت ام الاحسن بنتين في الدنيا، جنة او جنة وجمانة، ربنا يخليهم لي يا رب. وكمان كانت واحدة صاحبتي زعلانة مني قوي، وتخيلت اللي هيحصل وما كنتش متوقعة ان هي ترجع تكلمني تاني، بس تخيلت والحمد لله صلحتني. عن نجلاء اتحدث، واللي بعتنا يعني هو الاكاونت اسمه صمتي لغتي. اوكي، في كمان حسين بيقول ايه بقى يعني. طبعا كمان حسين بيقول انا هتخيل ان الكومنت بتاعي اتقرا وهفرح قوي قوي، وكمان هزعل لو ما قريتوش. ادينا قريناه هو يا حسين عشان ما تزعلش. عبد الرحمن فواز بيقول بطلت اتخيل عشان تعبت. عايز اشكر كمان جدا عزه محمد، ميرسي جدا على الكلام الحلو. ننوش محمد بتقول انا الحقيقه مش بعمل حاجه غير اني اتخيل، لان الحقيقه احنا يعني بنمتلك الكثير جدا جدا من الخيال. ماشي حلو يا ننوش. برضو لارا بتقول لك انا تخيلت يا حسام اني بشوف حد بحبه، وما غمضت عيني وفتحتها لقيته في وشي. رومانسيه قوي برضو انت يا لارا، قوي يعني. ننزل بقى بالرومانسي، خلي البنت تحلم. طب خلينا نحلم معها بالاغنيه برضو، نعيشها في المود. ما تصدريش على احلامها وعلى طموحاتها وعلى مشاعرها. حبك هاجي. لا هنلعب دلوقتي عشان عندنا اغنيه لازم تتلعب. ايه بقى؟ عندنا محمود العسيلي فرحه. وانا بيعجبني فيك يا محمود، لو انت سامعني بيعجبني فيك يعني، ان انت دايما ايه بتتارجت في اغانيك ان هي، او انت حتى مش موجود في الفرح ان هي لازم تبقى موجوده في الفيديو بتاع الفرح. فالاغنيه دي لازم تتعمل تتلاقى في الافراح. تمام، يعني هي اغنيه طبعا موجوده معانا في الراديو 90 90، هنسمعها ونرجع بعدها على طول، ومكملين مع بعض افصل واسمع مع كوكاكولا. ولسه مكملين معاكم حسام عصام ومروه صبري في افصل واسمع مع كوكا كولا. وتخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل، معرفش ازاي بس هنحاول نعمل كده. زياد بيقول نفسي الاقي الشنطه اللي بحلم بيها طول عمري، ولو لقيتها هطفش وهخسر كل اصحابي. نداله من 2017 بادئها. سليم كمان بيقول تخيلت اني هكلم واحد صاحبي في حاجه صعبه قوي، فقررت اني اكلمه، وبعد كده قلت لا فلقيته هو بيكلمني. شري بقى شري. اول مره تخيلت اني هجيب تقدير بس لقيت نفسي سقطت في الماده. الله عليك يا شيخ. حد بعت لنا بس العكس من شويه. اسماء وطني بتقول تخيلت ان بابا بيديني فلوس مبلغ معين واداهوني فعلا، الاحساس بقى كان انشكاح وسعاده غير طبيعيه. هبه عثمان بتقول عمري ما كنت اتخيل ان انا يكون عندي هوس بالاذاعه كده. ربنا يخليكي لينا يا هبه، وميرسي جدا لاسماء. ايزو كمان بتقول، ايزو ايزادورا بتقول عمري ما تخيلت، وبعت كلام حلو قوي، ربنا يخليكي لينا يا رب. حسن كمان بيقول انا بقى التخيل اللي بتخيله لو حصل يبقى انا خيالي واسع. لا ان شاء الله يحصل، بس المهم يكون في الخير. طيب معانا، وانت أيوه بتتخيل ان اللي في خيالك حصل، معانا مين؟ معانا مي موسى. الو الو، ازيك يا حسام؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا مروه؟ ازيك يا مي؟ الفل عليكي.
مساء الفل عليكم، مبروك ليكم البرنامج الجديد، حلو قوي قوي. انتوا ثنائي جميل جدا، متناغم جدا مع بعض، دمكم خفيف جدا جدا. احنا طبعا احنا مع حسام كده وراه في كل حته، بنحب نسمعه وبنحب نسمع كل البرامج بتاعته، وطبعا مروه جت نورت الدنيا كلها كمان. حبيبتي يا مي، انا هاخدك بقى في حته تانية دلوقتي خالص. انت بتحبينا واحنا بنحبك، بس احنا دلوقتي داخلين نتخيل. اوكي تخيلي وانت بتتخيلي اللي حصل. اوكي بصي، انا اكتر حد في الدنيا تخيلت حاجات كتير، والحمد لله حصل منها حاجات كتير جدا الحمد لله. إيه طب حلو، قولي لنا زي ايه. الحلو مثلا اني انا عمري ما تخيلت اني انا واصحابي اللي كنا متربيين سوا من واحنا صغيرين تقريبا في حضانه، ان احنا نتجمع تاني بعد العمر ده، بعد ما اتجوزنا وخلفنا. من حضانه والله يا حسين. اصل صعب قوي ان الواحد يجيب، يعني ممكن يجيب اصدقاء ابتدائي، لكن حضانه دي صعبه. من حضانه والله يا حسين، وجبنا بعض واتلمينا تاني وبنتقابل دلوقتي ده تاني. قريب حصل بقى. يعني ما بقالناش سنه بالظبط. ده لقيتوا بعض فين بقى؟ لقيتوا بعض على الفيسبوك ولا فين؟ صدفه. هو الفيسبوك بس هو الحلو والله يا مي، ان انت اساسا فاكره اساميهم. يعني انا الناس اللي كانوا معايا في حضانه انا مش فاكره الاسامي بصراحه. لا لا، عشت عمري يا حسين، كنا من حضانه وابتدائي، اصل احنا كنا مع يعني كانوا معاكي. لا انا في ناس كانوا معايا في حضانه بس، فاهمه؟ فاللي هو ما اعرفش بقى مين. لا لا، لغايه ثانوي، وبعدين بقى اتفرقنا لما روحنا الجامعه واتجوزنا، وبعدين لمينا بقى بعض تاني. نخش في اللي بعده بقى يا مي. عمري ما تخيلت في حياتي اني انزل اشتغل. يعني انا اخدت شهادتي واتجوزت وجبت ولادي وقعدت سنين كتير جدا. تشتغلي ايه بقى؟ وبعدين بشتغل في مباحث تهرب، حاجات كده يعني. المباحث مين يفهم؟ مباحث تهرب. مباحث التهرب. ماشي. يعني انت قعدت العمر ده كله في البيت وبعدين جايه يوم ما نزلت في مباحث التهرب؟ تخيل بقى لو كنت بشتغل من اول يوم. يعني الحمد لله مايا بتحبيني جدا. لا لا قلت لا يوم، واحنا هنكلمك كل يوم. يعني احنا هنكلمك، ما تتصليش. أيوة نفسك دلوقتي تتصلي والخط يبقى طالع مشغول، احنا اللي هنكلمك. لا ما تقلقيش. طب تخيلتي ان انت بتشتغلي في المباحث واشتغلتي في المباحث اللي بعده؟ لا ما تخيلتش. يعني مش المباحث، بتقول ان انا بدي اشتغل. ان اشتغل في العموم يعني. اوكي اوكي. برضو كان حلم عمري، او كنت عمري ما تخيل ان انا ربنا يكرمني ببنوتة، وكان نفسي اشوف بنوتي تتكلم فرنسي. اسمها ايه بنوتك؟ دانيا. 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 لا هي دانيا لازم تتكلم فرنسي على فكرة. يعني يا حبيبتي الاسم باين يعني. فعلا ربنا اكرمني ودخلتها فرنسي، بيقول بتتكلم فرنسي دلوقتي. سكر سكر. ربنا يا رب يخليها لك. ربنا يبارك لك يا حسام. فهي دي انا يعني بعتبر ان كل الحاجات دي امنيات وتخيلتها زمان. الحمد لله الحمد لله وربنا حققها. طب انت محظوظه يعني يا مي، احلامك دايما. يعني انت شخص محظوظ اللي هو انت تخيلتي كذا حاجه وحصلوا الحمد لله. والله. طب دي حاجه جميله يعني. وكان حاجه جميله جدا جدا ان تليفون النهارده انه لا تامرنا يا فندم. بقول لك ايه، احنا رافعين ايدينا اهو. لو انت بتتفرج علينا في كرسيين فاضيين في الاستوديو لو تحب تتفرج. وانت براحتك أيوة. وتعملي اللي انت عايزاه وكل يوم تكلمينا. انتوا حبايبي، انتوا حبايبي، وانا بحبكم قوي قوي. وكل اصحابي بيسلموا عليكم، هبه ومصطفى وسامة عثمان وكلهم بيسلموا عليكم وبيباركوا لكم على وفاطمه وبيباركوا لكم على البرنامج الحلو ده. تسلمي لنا يا مي، تكلمينا كل يوم يا رب. حاضر وردوا عليا يا حبيبي. باي 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 باي. العفو، مع الف سلامه. طيب في عندنا عبد الله سمسم بعت لنا بيقول انا عمرها ما حصلت معايا، بفكركوا تاني احنا النهارده بموضوعنا ايه، بنقول تخيل وانت بتتخيل حصل اللي انت بتتخيله. تعالوا نشوف. مش هرد على حسين. تعالوا نشوف رغد هتقول لنا ايه. رد انت علينا يا رغد. الو الو الو، تخيلتي يا رغد ولا ما تخيلتيش؟ بصي انا عايشه على اللوف اتراكشن، فانا اي حاجه عايزاها بتحصل، يعني مش هتخيلها. لا 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 ما شاء الله. لا لا لا، طب قولي لنا على طول بقى. نمسك الخشب والحاجات. بصي، لا كل حاجه يعني. اول حاجه تخيلتيها وحصلت؟ اول حاجه انا عملت كارير شيفت واشتغلت في حاجه عمري ما كنت اتخيل ان انا هشتغل فيها، ان انا ابقى اوديتور. بقيت اوديتور بنت في وسط 12 راجل. طب انت كنت بتشتغلي ايه قبل كده؟ كنت بي اي للسي اف او عندنا في تمام. في البنك. لا خلاص مش لازم، مش لازم التفاصيل قوي دي. اوعي تقولي اسم البنك، ما تضيعيناش من تاني يوم. لا ما تخافيش. والنبي يا رغد يعني فاهمه، ممكن نترفض احنا بسبب البنك. طب انت احساسك ايه وانت بتشتغلي بقى بتقولي في وسط 12 راجل؟ عادي، واحده ب 100 راجل يعني. بس لا ما احنا ما قلناش حاجه، بس انا قصدي اكيد طبيعه الشغل اختلفت، يعني اكيد طريقتك انت كمان اختلفت. بص، هو انت كل يوم بيعدي عليك انت بتتغير. انت مش انت طبعا، انت مش امبارح يعني. انت اكيد حسام
يوم 3/1/2016 غير 3/1/2017. طبيعي ان الواحد بيتطور وبياخد على الشغل اكتر بس بتعرفي تفصلي بقى من الشخصيه دي، بتفصلي منها بعد ما بتخلص شغل ولا مكمله فيها معانا ولا لا؟ لا بعرف افصل، لان الناس اللي حتى لما بنخرج بعد الشغل هو انت اللي كنت معانا من ساعتين يعني. يا جماعه طب حلو حلو والله انك بتعرفي تعملي كده. طب ايه تاني يا رغد غير الشغل؟ حاجه كده كانت في دماغك ولقيتيها حصلت في التو اللحظه، حتى لو حاجه بسيطه يعني، يعني حاجه مثلا اكله معينه. عارفه ساعات الواحد مثلا كده ايه يبقى طالع السلم مثلا كده بتاع بيتهم وبيتخيل ان هو يا سلام لو انا ملاحظه ان انت لو ماما النهارده عامله لي اكل كذا. لا هتطلعي تلاقي انت بدات تتقمص وبدات تاخد موضوع الاكل وبدات تحلم بالاكل وماما عملته وبتاع. ايوه 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 عشان تبقى تتريق حصل عليا. حصل او رهانات يعني، بدخل اللي هو فرهان مع نفسي في الاكل، انا هخرج وهقابل اكل بقى واسافر خروجه، هتعرف على حد هشوف حد، او يعني ما هي بتبقى اكسبكتيشن بحطها وبشتغل عليها بقى. وبتحصل فعلا كل مره بتحصل، وعايزه اقول لك بتحصل بتفاصيلها فاهماني. طب ده حلو يعني ما شاء الله يعني احنا كل اللي بيتصلوا بينا على فكره حظهم حلو. لا هو كانوا بقى بعد الجمله دي كانوا بقى. حاجه يا رغد غريبه جدا يعني سيبيني اشتكي لك بقى، ان انا عمري في حياتي ما تخيلت حاجه في خيالي وحصلت. لا عشان انت اوريدي عندك نيجاتيف انرجي مش عارفه تطلعيها. لا ده بقول لك يا رغد ده انا كلي بوزيتيف، اوعي تقولي كده. رغد خليكي معانا معلش. ده بوزيتيف انرجي هي مروه صبري. خليكي معانا معلش دقيقه. بالنسبه ان انا قلت من شويه اتمنيت ان مروه صبري ماشي. لا حسام اتمنى امنيه طبعا عظيمه الحمد لله وحصلت له في 2006. مروه يا صبري يا اخرة صبري. نبي مروه يا صبري يا اخي. والله يا رغد ما اعرف اقول لك ايه حبيبتي. لا كونجراتيشن الاول على البرنامج حسام يعني. طبعا يعني عايزه اعيط وازغرط في نفس الوقت. انا فرحت ان بقالي 3 ايام مش عارفه اكلمك، فعرفت اكلمك. ربنا يخليك، انا بشكرك والله جدا وانت نورتينا وصوتك الجميل ده بشكرك حبيبي. ربنا يخليك، الف مليون مبروك على البروجرام، ربنا يوفقك. ربنا يخليك يعني. بص يعني مش انا مش هتكلم عنك عشان الناس عارفه، مش انا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا رب، تسلمي لي يعني. لولو لي لولو لي لولو لي نورتينا يا رغد. نورتينا يا رغد جدا، عايزين نسمع صوتك دايما. باي 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 باي. تخيل وانت بتتخيل ان اللي في خيالك حصل. عايزين نفكركم بالاس ام اس 199 او تكلمونا على 2 18 10 8 66، الفان بيج فيسبوك / راديو 9090، وتويتر هاشتاج افصل اندرسكور، واسمع انستجرام راديو 9090. واخيرا اخيرا هشغل الاغنيه اللي انا كان نفسي اسمعها. لسه كنت هقول انها من اختيار الاستاذه مروه صابر. زميلنا محمد صابر مفد الراديو 9090 بغرفه عمليات وزاره الداخليه بس كلمنا دلوقتي، وحابب برضو يبلغ حضراتكم حاجه، ان في حادثه كبيره شويه على طريق الدائري القادم من نفق السلام والمتجه لطريق السويس، فيفضل دلوقتي استخدام محور المشير ونفق الثوره. الوقت دايما بيعدي معاكم هوا، واحنا موجودين معاكم على هوا الراديو 9090 في افصل واسمع مع كوكا كولا. بنشكر جدا كل اللي سمعونا وكل اللي تابعونا النهارده. عايزه طبعا اشكر كل الناس اللي بعت لنا على الاس ام اس والفيسبوك وتويتر وكل الحاجات. واستنونا بكره قبل ساعتين من دلوقتي من 4 ل 6 على الراديو 9090، هواها مصري، حسام عصام ومروه صبري، وافصل واسمع مع كوكا كولا.